طيب الدكتور، امتى يدق جرس الانذار لمريض او واحد بيشتكي بقى، يعني بيشتكي باعراض ان هو مريض كلى؟ يعني ايه اللي بيحس بيه، ايه الاعراض؟ زي ما قلنا اعراض البروستاتا كده، محتاجين نعرف برضو امتى اقول انا شكلي عندي مشكله كبيره في الكلى. طيب هي في الراجل وفي الست. اوكي، في فرق بين الاثنين؟ في طب يا ريت توضيح. طيب بس بالنسبه للراجل، احنا في ايام مثلا زي الايام اللي احنا فيها دي، داخلين على حر الصيف دي، صيام، بتبدا الحصوات تظهر. المفروض اي مغص او اي وجع يجي على في الجنب، هو بيجي على في يعني في الجنب من على الظهر، جنب العضله بتاعه العمود الفقري بالظبط تحت الضلع الاخير. يعني في الزاويه اللي دي بنسميها رينال انجل او زاويه الكليه، بيجي في صوره من اثنين. العضله اللي بتسند الكليه، العضله اللي سانده الكليه، اللي هي الكليه نايمه عليها. تمام، خلاص، اللي هي المفروض العضله في عضله الظهر دي من تحت الضلع الاخير في زاويه كده، هي دي دايما بيجي فيها الوجع. الوجع ده بالظبط بيبقى موجود في المكان ده ومسمع تحت، ممكن يسمع في الخصيه، ممكن يسمع في المثانه، يسمع في مجرى البول، يسمع في اي حته، بس في الاساس لازم يبقى موجود فوق. صوره الوجع ده بيبقى اما مغص شديد، يعني حاجه بتقرص وبتختفي، او اما يجي في صوره حاجه تقل، موجود تقيل، موجود حاجه متصدره في الجنب. طيب درجه الوجع بتختلف من شخص للتاني، يعني في شخص ممكن يجي نغزه خفيفه كده وراحت، ممكن شخص تاني لا، حاجه متصدره تقيله في جنبه او مغص يخليه عض في الارض. كل واحد ودرجه احتماله. اول مره بيظهر الوجع ده، انت لازم فورا فورا تعمل اشعه تلفزيونيه، ما تكتفيش بابره مسكنه وخلاص يبقى الموضوع خلص، لان ممكن الوجع ده يجي النهارده وما يكررش قبل شهر، بس انت في الشهر ده في حصوايه بتتكون في جنبك، ممكن النهارده يبقى حلها بسيط، ممكن لكن بعد شهر كده تبقى صعبه شويه. ده بالنسبه للمين؟ للرجال. للرجال خلاص. للسيدات ممكن الوجع يجي بالصوره دي، وممكن يجي في صوره بسيطه خالص زي حرقان في البول، او يجي يكون في عندها التهابات. يعني السيدات بيجي لها الوجع ممكن من المغص او من الحصوات، ممكن يبقى كمان في التهابات، حاجه اسمها البايلونيفرايتس او التهاب في حوض الكليه. تمام، دي قليله شويه في الرجاله، يعني بتجيش في الرجاله كتير، لكن هي بتيجي دايما في السيدات بحكم ان الست بالطبيعه التشريحيه بتاعتها التهابات مجرى البول فيها كومن شويه اكتر من الرجاله. فلما بيحصل الالتهابات دي تبدا تصعد، او الميكروب يطلع لفوق على الكليه، فبتبدا المريضه تحس الاول بحرقان في البول، وبعد كده حرقان يجي وجع بقى في جنبها، بيبقى في صوره برضو وجع تقل، وغالبا بتبقى مريضه دافيه شويه او سخنه شويه.